السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة وصفات أم هيثم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم كنقترح لكم كلاص بالأوريو، كلاص اللي هو ساهل، مكوناته إن شاء الله متوفرة عند الجميع وبدون قوالب. كيف كتشوفوا معايا غادي نحتاج فيهم هنا غير لي ساشي ديال الأوريو اللي درنا كذلك في الكلاص، كيجي زوين بزاف ولذيذ. هي كفكرة للناس اللي ما كيتوفروش على القوالب ديال لي كلاص أولا اللي قوالب ديال السيليكون. نتمنى يعجبكم إن شاء الله وتعجبكم الفكرة، فما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وكذلك طريقة التحضير. بالنسبة للمكونات فأنا غادي نحتاج هنا للأوريو، بسكوي الأوريو راه معروف. غادي نحتاج جوج كؤوس ديال الكريمة السائلة أو ما يعادل تقريبا 360 مللتر. بنفس الكأس غادي نعبر نص كأس ديال الحليب المركز المحلى وعلبة ديال الفلون بالفانيلا. بالنسبة لهذا الكلاص هذا فأنا راه سبق لي وحضرته وتمسحوا لي الفيديوهات، لقيتهم مشاو ليا كاع كاملين، فانا غادي نعاود معكم هذه الكميه اللي هي قليله. غادي ناخذ هنا البسكويت الاوريو، غادي نجيب مقص ونخويه بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي ناخذ هذا الساشي هذا غادي نقسم فيه الثلث ديالو، غادي نخليه ثلثين ونقسم الثلث بهذا الشكل. هذا هو اللي غادي يكون عندي انا المول اللي غادي ندير فيه لي كلاص في حاله الا ما توفرش عندكم لي مول سيليكون اولا لي مول ديال لي كلاص. فهذا يعني لي الساشي ديال البسكوي، اي بسكوي ماشي ضروري الاوريو، اي بسكوي تستعملوه كمول ديال لي كلاص. هذه كفكره وعاد غادي نخدموا لي كلاص ان شاء الله. انا غادي نصايب هاد لي ساشي اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله. صافي، من بعد ما صايبت اولا قطعت هاد لي ساشي هادو ديال البسكوي هكا غادي نخليهم جانبا هما والبسكوي، ودابا غادي ندوزو باش نحضروا الكلاص ديالنا اولا الكريمه. غادي ندير هنا جوج كؤوس ديال الكريمه، ممكن ديروا كاس كبير اولا كاس صغير يعني العبار اللي بغيتو نتوما. فهو جوج كيسان ديال الكريمه، غادي ندير معاهم نصف كاس ديال الحليب المركز المحلى، وغادي نزيد هنا ساشي من الفانيلا، وغادي نطلع هادشي هذا كامل بالطره تشوفوه معايا ان شاء الله. بسم الله. صافي، من بعد ما طلعت الكريمه ديالي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، ما كتحتاجش يعني نطربوها بزاف ولا نطلعوها حتى تولي عاقده، كتكون غير بحال هكا. ممكن ديروها غير في الكاس ديال الخلاط الكهربائي ديال العصير، تكون عندكم الكريمه بارده مزيان وديروها غير في الكاس ديال الخلاط كيف قلت لكم، لان انا ما بغيناهاش تكون عاقده، فهي غادي تنجح معكم ان شاء الله حتى في الخلاط. بالنسبه لنوع الكريمه اللي استعملت، الناس اللي كيسولوا على نوع الكريمه، فهو هذا كريمه اللي هي محلات والثمن ديالها جد جد مناسب. غادي ناخذ دابا قطع البسكوي اللي حيت وغادي نحاول نفتتهم بحال هكا. غادي يجينا هذا الكلاص هذا فيه قطع ديال الاوريو، كيجي زوين بزاف وحتى الوليدات كيحماقوا عليه. كيف قلت لكم انا سبق لي وحضرته والفيديو لي فيديو تمسحوا، يمكن الوليدات لعبوا في سميتو ومسحوهم. صافي، غادي نقطع غير بحال هكا تقريبا غير نفس الكميه. وبالنسبه لهذا الاوريو اللي كيبقى فانا كنحتفظ فيه بعلبه اللي هي محكمه الاغلاق، ومن بعد كنخدم به شي تحليه اولا ديسير اولا كياكلوه غير الوليدات هكاك. صافي، غير بهذا الشكل هذا غادي نخلطو. صافي، دابا من بعد ما خلطتو فانا جبت هنا هاد لي ساشي ديال البسكوي ودرتهم هكا في غراف اولا في شي حاجه عندكم هكا باش يوقفوا فيها وما يطيحوش، يبقاو محافظين على الشكل ديالهم. كنقادو ليهم الشكل وكنستفوهم غير بحال هكا في شي غراف كيف قلت لكم ولا شي طاس اي نوع عندكم. هاد لي ساشي كيف قلت لكم هو كفكره اولا كنوع من التغيير، الا ما عندكمش هاد لي مول سيليكون ديال لي كلاص فهما تيكون الثمن ديالهم شي شويه غالي اولا شي شويه زايد. خليو لي بسكوي لي ساشي ديال البسكوي اللي عندكم واللي تعجبكم واللي تياكلوا وليداتكم، احتفظوا بهم وهما اللي تصايبوا فيهم لي كلاص في هذا الصيف. كذلك هاد لي كاب هادو حتى هما راه رخاصين ومتوفرين. فهاد الساشي هادي اولا هاد العلبه هادي فيها 50 حبه، كدير 5 ديال الدراهم، يعني راه كاين البديل. الا ما عندكمش هاد الليمون راه كاين البديل فاش ديرو. صافي، غادي ناخذ دابا هاد الكلاص ديالي، غادي نجيب واحد الملعقه ونبدا نعمر فهاد لي ساشي هنا. بسم الله، نجيب ملعقه صغيره من الاحسن. صافي،
فانا غادي نستمر نعمرهم كاملين ونرجع معكم ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما عمرت لي ساشي كيف كتشوفوا وقفتهم بحال هكا، فهما كيطيحوا وما كيدي فورما موت شي حاجه، بالعكس الشكل ديالهم كيبقى كيف كتشوفوا كيجي بحال مستطيل بحال لي كلاص. هنا غادي نجيب انا العويده ديال لي كلاص، راهم متوفرين والثمن ديالهم رخيص، وغادي نغرسهم بحال هكا في الوسط وما كيميلوا ما والو، لان الكريمه عندنا راها يعني وخام يعني ماشي متماسكه بزاف، ولكن راه ما كيطيحوش ما كيعواجوش. صافي ودرت هنايا يعني الكلاص اللي بقى ليا درته في هذا لي مول سيليكون كذلك، ودرت هاد لي كاب هادو ديال البلاستيك. غادي ندخلهم للمجمد على الاقل 6 ديال السوايع حتى غادي يجمدوا، وعاد نرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيولي. الكلاص ديالي هنا من بعد ما برد مزيان انا راه خليته ليله كامله، يعني راه جمد مزيان وتمات يعني اكثر من 12 ساعه ولا اكثر من 15 ساعه هو عندي في المجمد. صافي من بعد ما كنخرجوه هذا هو الشكل ديالو، يعني حتى الكميه اللي كنت مصايبه من قبل يعني كنت محتفظه بها. فها نتوما كيف كتشوفوا يكون سهل انه يتحيد من لي ساشي هكا ديال البسكوي، يعني الناس اللي ما عندهمش القوالب ديال السيليكون اولا القوالب ديال لاكلاص يستعملوا غير لي ساشي ديال البسكوي. هنا انا درت معكم الاوريو لانني درت اصلا في الخليط ديال الكلاص درت فيه الاوريو. ها نتوما كيف كتشوفوا هكا كيجي الشكل ديالو. حتى هادو ديال السيليكون اللي صايبت معكم خلاص هادو راه كيتحيدوا بكل سهوله بهذا الشكل. هذا هو الشكل ديال لي كلاص، القطع ديال الاوريو كيفاش كيجيو فيه من الداخل. دابا ان شاء الله غادي ندوز للتزيين، وهذه المساله اولا هاد كتبقى اختياريه. الشوكولا انا ذوبت هنا شوكولاته سوداء، خليتها يعني هنا كندير الاسبوع ديالي وكنلقاها تقريبا يعني دافيه غاديه البروده قريبه تبرد، ما نديروش فيها لي كلاص ديالنا هما باقيين سخان باش ما يذوبوش لينا. كنعتذر منكم انا هنا طفى معايا التليفون وما شتوش، فغنعاود معكم. فانا جبت هنا الكلاص حيدته من الساشي ديالو ودرته هنا في الشوكولا اللي كيف قلت لكم عندي بارده تقريبا. صافي وغادي نغطس فيها هاد الكلاص ديالي ونعمر عليهم الشوكولاط بهذا الشكل. هذا مزيان مزيان لاني فاش كنديرو الشوكولاط راه بحال الحراره ديالو كتنزل وكيبقى يذوب، فضروري كنغطيه مزيان بالشوكولا وكندير ليه بحال هكا يعني كنتسناه كيتسقطر، راه دغيا كتجمد عليه لان كيف قلت لكم راه بارد. غادي نتسنى عليه غير بحال هكا باش ما يعني يتحيد منه الزائد اولا الفائض ديال الشوكولاط، ونحطو هكا فوق وراه ورق الطهي فوق واحد البلاطو باش مباشره غادي نعاود ندخلهم للمجمد باش يقصح عليهم هذاك الشوكولاط وما يذوبش ليا الكلاص من الداخل. صافي بهذا الشكل كيف كتشوفوا كيجي بنين بزاف وكيجي صراحه المذاق ديالو رائع، غادي يعجبكم الا جربتوه. وصفه اللي هي سهله ومكونات بسيطه بزاف بزاف. غندير حتى هذا اللي درت معكم في المول ديال السيليكون، من الافضل يكون هكا عندكم شي غرف اللي هو صغير باش ديروا كميه ديال الشوكولاط وتغطس لكم فيها الكلاص من المره الاولى، ما تبقاوش بحال هكا تهزوا بالملعقه باش يجيكم الشكل ديالو زوين من بعد. صافي كيف قلت لكم غادي ندخلهم نعاود نردهم مباشره، هادو اللي درت لهم الشوكولاط غادي نردهم مباشره للثلاجه اولا للمجمد باش ما يذوبش ليا داك الكلاص من الداخل، ونكمل انايا ونرجع معكم ان شاء الله في التقديم والشكل النهائي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا من بعد ما رجعتو للمجمد واحد نصف ساعه اضافيه باش يعني كيعاود يتماسك هذاك الكلاص اللي كيكون داب لينا شي شويه بفعل الحراره ديال الشوكولاته. صافي كان هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا عن قرب بلا ما نحتاجوا القوالب. هكا كنحتفظ بهم هكا في علبه اللي هي محكمه الاغلاق في المجمد، اولا كنحتفظ بهم هكا في لي ساشي ديالهم الوقيته اللي كنبغيهم كنحيدهم لي ساشي بكل سهوله. انا شخصيا ما كيعجبنيش الكلاص اللي فيه الشوكولاته، غنخلي هادو هكا والاخرين بالشوكولا. الوليدات دائما كيعجبهم الحاجه اللي فيها الشوكولا. بالنسبه للقوالب اللي كندرت بالسيليكون كيف كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي مثالي، ولكن اللي ما عندوش ولا اللي ما توفروش عنده هاد القوالب ديال السيليكون فهذا هو البديل، هو لي ساشي ديال البسكوي. كذلك بالنسبه للشوكولا اللي خدمت بها فانا كنخليها في الغرف ديالها اولا في الطاس اللي خدمت به، فهذه الوقيته ديال الصيف ضروري غادي نحتاجها
كنجبدو وكندوبو هكاك في الغراف اولا في الطاس، وكنعاود نخدم به لي كلاص ديالي. نتمنى الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تعجبكم، وغادي تشوفوه معايا كذلك من الداخل كيفاش كيجي، وكيجيو هذوك القطع ديال الاوريو في الكلاص زوينين بزاف، وكيزيدوه مذاق، كيجي بحال شي طارت كلاصي كتاكلو فيها، كيجي من اروع ما يكون. ان شاء الله غادي تجربوه وغادي يعجبكم. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم كيف العاده ما تنساوناش من لايكات، البارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. الا كنتم الناس لاول مره كيشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى، فما ترددوش انكم تنخرطوا معنا في القناه بالضغط على زر الاشتراك او لابوني او سبسكرايب الاحمر الموجود اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس الصغير باش توصلوا دائما بكل جديد. بهذا كنكون وصلت نهايه وصفه اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.